طيب كريم، نعم. عايز اتكلم شويه على الجانب الفني اللي أي. يتعلق بمباراه بكره. من وجهه نظرك في ظل تعدد طرق اللعب بالنسبه أي. لمستر بيتس وموسيماني، انا على المستوى نعم. الشخصي بعتبرها ميزه. نعم. ايه طريقه اللعب الاقرب او الافضل من وجهه نظرك اللي لازم يلعب بيها موسيماني بكره نعم. في ظل معادله مهمه قوي لازم يحققها؟ ايه هي؟ أي. انك تجيب اهداف وما تستقبلش اهداف. جميل. شوف طبعا انا مش يعني هاخد سؤالك وهقلبه على الرجاء اكتر ما هتكلم فيه عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بصراحه اكيد عارفة. مش قصدي مش كده كده صح يا سعيد، بس الفكره في حته ايه، بيتسو موسيماني عنده حاجات كتيره جدا واوراقه الامانه. خلي بالك نادي الرجاء اكيد احنا لسه لاعبين مع بعض شهر 12 وهم عارفين، واكيد ماتش فيديو بتاع ماتش المصري وماتش الاتحاد كل الحاجات دي طبعا النهارده الانترنت بقى سهل جدا جدا، محللين الاداء بيسجلوا وكل حاجه، فنقدر ان هم يشوفوا النادي الاهلي بعيونهم. انا حابب اتكلم اخد سؤالك سؤال مهم جدا في المقارنه ما بين رجاء شهر ديسمبر مارك فيلموتس المدير الفني البلجيكي كان معاهم والنهارده رشيد طوسي. تمام. وعجبني قوي قوي جزار في اجابته على اول سؤال لمحمد سعيد لما ذكر ماتش وفاق سطيف ده مهم قوي. شوف الرجاء في التسعينات كان هو سوبيريور علينا ككلام وانديه شمال افريقيا دايما هم عندهم اسبقيه نفسيه في الانتصار علينا سواء انديه او منتخبات اهلي او زمالك او منتخب مصر. صح. قبل الماتش هو عنده اسبقيه في التسعينات. في الالفينات مع قدوم طبعا جوزيه اللي طبعاً عمله في الالفينات وكمان احيي بطوله دوري ابطال العرب بحييها جدا وبحيي صاحبها. ليه؟ قللت مش قللت خلانا نروح شمال افريقيا كتير مش زي دوري الابطال. دوري الابطال كنا بنروح ماتش كل 10 سنين. صح. دوري ابطال العرب خلانا نروح كتير قوي كل سنه كاس النخبه وبطوله الانديه كل حاجه بس لا لا بتكلم على دوري ابطال العرب جزار دوري بنسخته بتاع لما كنا بنلعب مجموعات وبعد كده نروح نلعب في لبنان ايوه لا 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 البطوله دي سهلت وكسرت الحاجز النفسي. تخيل يا امير بقالي وانا بدرس المباراه وبشوف ردود الفعل عند الجانب المغربي خايفين من نادي الاهلي بطريقه فظيعه. تعال نترجمها بقى فني. ماتش مارك فيلموتس في شهر ديسمبر في قطر نادي الرجاء لعب قدام النادي الاهلي بزون ديفنس. زون ديفنس ساعتها لعبه بطريقه اقرب الى 4 3 3. يكفي ان اقول لك بعض الارقام عشان ما تبقاش وجهه نظر كريم سعيد، لا نتكلم ارقام. عدد دقائق الاستحواذ ما بين النادي الاهلي والرجاء في المباراه دي وصل الاستحواذ 68% ل 32% للرجاء. اكبر نادي طبعا من اكبر مع نادي الوداد طبعا نادي كبير بس نادي الرجاء برضو نادي له اكيد تاريخ طويل. تخيل فارق عدد التمريرات في المباراه اكثر من الضعف اكثر من الضعف 650 تمريره للنادي الاهلي مقابل 268 تمريره نادي الرجاء. ده ارقام. الكروسز في المباراه الكرات العرضيه 31 كره عرضيه للنادي الاهلي مقابل 18 كره عرضيه نادي الرجاء. الانطلاقات في نصف ملعب المنافس الانطلاقات في نصف ملعب المنافس مش في نصف ملعبك انت يعني معناها ايه؟ يعني لاعب من النادي الاهلي خد الكره وركض بيها في نصف ملعب الرجاء 24 دريبلينج للنادي الاهلي مقابل 10 فقط نادي الرجاء. النادي الاهلي قدر يستحوذ على الكره الثانيه في نص الملعب في ملعب نادي الرجاء 74 مره. السكند بول؟ السكند بول. نادي الرجاء تحصل عليها 34 مره. ده الضعف في كل الارقام. ايوه الاهلي راكب الماتش رسمي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ساعتها مارك فيلموتس قال لك شكرا انا هلعب زون ديفنس وهسيب الاستحواذ لايه؟ للنادي الاهلي. وكمان ساعد فيه انه جاب هدف بدري مبكر نفس الامر اللي عمله النادي المصري مع اختلاف رد فعلنا احنا. فاللي عايز اقوله رشيد الطوسي لما نفتكر كمان المثل اللي قاله جزار في ماتش وفاق سطيف، ماتش وفاق سطيف النادي الاهلي كان مستحوذ 2-0 وكم فرص ضاعت غريبه. رحنا هناك في الجزائر طبعا ملعب ترتان والملعب كان صعب شويه بس قدرنا وليد سليمان جاب هدف التقدم بعد كده طبعا ضغط الجماهير والشحن والى اخره وخطا في الاخر انا فاكر المباراه بالظبط قلب المباراه ل 2-1. انا في وجهه نظري رشيد الطوسي بال 3-4-3 هو طبعا رشيد الطوسي بعد الخساره من حوريه كوناكري
في غينيا 2-1 الخسارة الوحيدة اللي هم تلقوها في دور المجموعات، غير طريقة اللعب وبدأ يلعب ب3-4-3 مجرد التأمين. وكان طبعا عنده مشكلة كبيرة جدا يوم الخميس اللي فات في جمال حركاس، طبعا واحد من أساسيات الدفاع عندهم مع مدكور، كان عنده مشكلة بجواز السفر ولكن اتحلت واللاعب وصل بالسلامة للقاهرة. وبالتالي أشوف الرجاء هينزل معنا بكرة 3-4-3 تتحول في الحالة الدفاعية ل5-4-1، هيسيب الاستحواذ، مش هيلعب عليه ومش هيفكر يعمل ضغط عالي علينا، وبالتالي هيبقى هو عنده السؤال ربما النادي الأهلي هينزل له بكرة ب4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولا ال4-4-2 اللي لعبنا بيها في ماتش المصري.